عندي عند سو يترجم سو علي ابن ابي طالب طلحا زبير سيسي سلباچوا تلالق صحابوچ يتوددوا النبي قادنيوچ انت تو نزي ندغغسوا تسدب سدب اتاقوم علىقوم غداما جنان سيدو على رغبنيال اي سو ييساق يخوفني كانه نبي نبينا اللي متاسفرارين جنان سب تفلغا سعد قطال وانصرف وتوضا وصلى ركعتين سعد زر لنا وضوع درجة ولت ركع سجدنا الجن إلى الحي الكريم يبارو الجن دعو دمائن اللي سوى الله جنان السخ وقال بلو على يا رب نزيد قاق سوك ودان تطورو أسك أدمو هدو أونتك هنا أنت من نزيم السدبو تشجيتي أسك أدتوك هنا اجعله عبرة وآية يهنسو مكة حجات أمر درقاء سينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة المصطفى أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سعد رضي الله عنه حياته هلت لعلك إهوت كفل الفبتال عندنا حياته حياة الفقر يدنتي وتصالف والسعد رضي الله عنه. سعد بتام شجر الفبتال شجرون سنعجر من إلال عندي خرجت ذات ليلة عندي لليت وطاونا شنتين لمزادات شنتين سشنا شنتين مارف بطبوتالي يكواكوا طادمس السمال ሽንቴንም እስቲንጃድርገ እንደጨረሱ ህድኩና ጎትጭ ሳውጣው የደረቀ ቆዳ ነበር ይላል ሰዓድ ተጠብረውኛል ወስጄን ቆዳ በጣም አጠብኩት ቀቀልኩት ከዛ ማብሲ ይበላውት ይላል ሰዓድ ያላ መንሰፍ በመከራን ያሳለፉት والله እኛ ዛሬ አንድ ማድለይ ስንት አይነት ምግብ ነው የሚቀርበው اللهم استعان على اهلنا በዚህ ችግር ነው የሶፈሩት ሰዓድ رضي الله عنه. سعد دهنته ألفنا الله يهبت زمنا متعلت دهنته لي صبرا حفت سمت أدمه سخا وتصدق الجنزرك ستا ولما يقول ولقد كان رضي الله عنه أستاذا في فن العطاء بملقس بمستت مرينة برسعد رضي الله عنه كزيه مستت أقامو تشست يتقلس أبت حجة الوضع نبي صلى الله عليه وسلم يمسنا بشا حج بعد الرقبته سعد أمرات شهدو نبرا كزي حج بوتاليا لسعد تامما وذهب الرسول يعوده نبي صلى الله عليه وسلم لزيروت لتيك السيمتو صار طيقاتشو قائلا بلو علاتشو يا رسول الله أنت يا الله ملكتني إني ضمال ولا يرثني إلا بنتي أني بزو سقها بالبثنين دمتين ميور سيدمو كزج سيد لجوج للعالجي لنين أفأتصدق بثلثي مالي يجنزبين صوست الجن صدق على استقل دي على رضي الله عنه ما توشبر كالو سبع مستشبر صدق على استقل دي على ما نو دين الصدق عمي ستو الله أكبر. فقال النبي نبيات صلى الله عليه وسلم نارو لا اندي ما يهون مالو فقلت فبنسبه قماشو لستن دي تاري الله ملك تنيا فقال النبي لا هم ما يهون قماشو المستطيل لبهم فقلت بيالكواتشو فبي ثلوثه اشان لسوستنيا ولستي الله ملكتنيا قال نعم اشان لسوستنيا ونصد ما توشي بركالة زد انا شي بركالة سراسة شي بركالة صدقة مسوس مليم بركالة عند مليم بر صدقة مستت مالتنا نبياتش صلى الله عليه وسلم والثلوث كثير يوم عند سوستنيا وبزونا وقالونا ميقر ممكر لنيم لانتا ميتك مسطط منالو إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس أنتكو بيت سبوتشن وراشوتشن هابتا ما درق بتدي الشالها هاليا قن بادو بيت الله جودة يسولج يسولج جميعو تقن يادرقاتشو كمتد لمن دنهيني هالي متسطو لجور سندال التلات بتدي الشلالة نبيات صلى الله عليه وسلم وإنك لو أسكتلو لن تنفق نفكة تبتغي بها وجه الله أنتكو يا الله أنفي تفلقة منم صدقات تستم إلا أجرت بها كالله زن من داقين يهبت بتونجي حتى اللقمة تضعوها في فم امرأتك مست بالبيته أفلي متش أمرات قراش مقابتون أجرتها قيني بتال سي نعم مستثي اللب عند سستنيا مستثي قبهم ይህም በስተዋል
ለወራሾች ጥለብ ተዲሻለ ነገ እነሱ ደህይተው እነዚህ ምስኪን የቲም ልጅ እየተባሉ ራሳቸው እየታሹ አንድ ብር ሁለት ብር ከመሰጡ ሀብታማ ተርገብ ተዲሻለ አለሉት። ላኪን ሻሂዱ ምስክራችን ግን እዚህ ቦታ ምንድነው ቢፈቅዱለት ኑሮ ሰዓድ አንድ የገንዘቡን 3 እጅ ለመስጠት ተዘጋጅቶ ነበር። ሀከዘ ሰኻሁ ሲያጣ ሰበረ ሲያገኝ ሰዓድ ለገሰ። فكان سعد رضي الله عنه سعد كثير البكاء من خشية الله كالله سبحانه وتعالى فراتشا ميالكس باريا نبر سعد اللهم فري نبر بتل النبي صلى الله عليه وسلم خطبة سيادركو دعوة سيادركو محاضرة سيادركو انبو بيقونش يزرق فال مريتو سكيلس درس نبر ميالكسو رضي الله عنه. إنه مبشر بالجنة سعد بجنة يجنة نتبلو الدنيا لك تمسكر اللاتشو تلالك صحابو جست عندنا بر ذات يوم والنبي جالس مع أصحابي عند نبيات صلى الله عليه وسلم بل ربو تشاتشو قاكو تشبلو يال ران بصره إلى الأفق في إصغاء من يتلك الصير كسماي مستر اندمي سماسو كنا ألود سماي وحي ورد اللاتشو ننجيدي كجبريل تسمونا ثم نظر في وجه أصحابي ود صحابو تزورالونا منالو يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه اون كتكت دقيقه بهلا يجنت سو زي مسجد كبالا صحوش تقربوا يجنت سو لا يوت له الدنيا لي ما نيهون بغوغت عيناتو شاخصه ابصارهم عيناتو تكيالو دبابو ودبرافسي وبعد حين قريب كتكت دقيقه بهلا طلع سعد رضي الله عنه سعد بك الله مبشر في الجنه في ارض الدنيا الدنيا ليا لي جنتنا الله اكبر يي جنت مبالوك مكياتو صحابوچنا غواغواچو كنيا تنطلو انديت نو جنت يتلي بال يچالو سعد رضي الله عنه. كذا عمرو بن العاص متان يا سعد نبيكو يجنت نو بلوا ابسر من تسرال كنيا يتلي نغرم باكال. قال سعد سعدنا لا شيء اكثر مما نعمل جميعا ونعبد ولكن كم من سرو خير وكم من سرو يلني كم من سجد وكم من صوم وج غير اني نكركن اني لا احمل لاحد من المسلمين دغنا ولا سوء نكركن اني ليتني مسلم وسط حست مدفون نغير عايزم سو ندي ارغي لغدو اغني بيي ممقانيت سون مطلات وسط يلم نصوم وسط ايش تمسلني يالچ الله اكبر سعد قلب طهارة نبرة رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه إنه مستجاب الدعوة دعا يا درقندون الجناس ثم يملسي الله باري نبر سعد رضي الله عنه. يقول عامر بن سعد عامر سعد دعا درقو استجابة درق التي كستتسي ناقر من لال رأى سعد رجلا يصب عليا وطلحة والزبير فنهل من تهيل عندي عند سوي ترقم سو علي ابن عبد طالب طلحا زبير سيسي سلبات شوار تلالك صحابو جن يتوددو يا نبي قادن يوچن سعد انت تو نزين دقاق قصوات تسدب سدب اتاكم علاكم قدام الجنان سيدو على رقبنا يا لسعد يهي سوي يساق يخوفني كأنه نبي نبينا اللي متاسفر الرأي جنان سابت فلقال سعد قطال وانصرف وتوضع وصلى ركعتين سعد زر لنا ودعا درقا ولت ركع سجدنا الجن الى الحيي الكريم يبارو جن بعد ما يملسوا الله جنان السلام وقال بلو على يا رب نزيد قاق سوج ودان تطورو اسك ادمو هدو اونتك هنا انت من نزيم السدبو جيتاي اسك ادتوك هنا اجعله عبرة وآية يهنسو مكت عجعت أمر عدل قاسينا فلم يمضي غير وقت قصير تنسى أذنك على اللفم حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة كمدينة كان ببيتوست تقوط برقق يوتشكل ملوتات لا يردها شيء بما اللي ساعته اللم حتى دخلت في زحام الناس كسوش محل برقق قباج هزبو محل كأنها تبحث عن شيء سو متفلق تمزار لجندة لك ندين ديالش قمال وتفلق عليك. ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوامها فما زالت تتخبطه حتى مات مات أبقروتش وشفل عليك وطع شلبتنا كسوش معه لتلا الزو عزل رقت أقدلك. الله أكبر رعو قراج نبري سعد يهم يدعو من سئ من جلالو نبيو لسو هذا الرجل يدعو بركان ملالو صحابو سيما قرو
عند النبي صلى الله عليه وسلم سعد ميغرم دسم ياسب مياسني سرا سي سرا بتام استحجور كنا اللهم قالوا قد النبي ما يملس دعوة الله قبلوا اللهم سدد رميته واجب دعوته الله وي يسعد ورورو الى ما ما يستدرجو دعاء درجن دون دتملس بني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهل سعد ولتون مساريون كلكك اي ملس بل الى مو في روايه الترمذي ترمذي بزغبو تزغب علي النبي صلى الله عليه وسلم بلو دعاء درجو لتل اللهم استجب لسعد اذا دعاك الله وي سعد يطرح غزي دتملس وش بلو يهدعون بيزي دعاء بركاتشو سعد الجون كان السايل ملس منبر مؤرخوش من الالو دعا سعد رضي الله عنه فقال سعد هلت لقال جوش نبروت يسل سامت قرم السيالو من على فقال يا ربي إن لي بنينا صغارا قيتاي هلت لقهس عن لجوش شالون فأخر عني الموت حتى يبلغو ادمياتشو لك ما دام سيد الرسول اباك كويين على سعد رضي الله عنكم فاخر عنه الموت 20 سنه موت ل 20 عامت درس زغيلت يلال 20 عامت انزي وطاطو شكر ما اساسكي ولا درس دعاء كدرجه ما يملس لك صحابي نبر سعد رضي الله عنه وارضاه سعد بن ابي وقاص كسلم بهلا كنبياتي صلى الله عليه وسلم ما ينطل يقرب على درباچو نبر عائشه رضي الله عنها من تلالچ عندي نبي صلى الله عليه وسلم انقلب ساي وسداچو امشو بقى فقلت بي يالكواچو ما شأنك يا رسول الله انغدي وچ منغر لي نو يالوت برها لي نو تسبسبو ادرو ياله معناتنو مندنو گداي انت يالا ملكتني يالكواچو فقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسوني الليلة انه زاري كصحابوچي صالح هنا دغسو سيطبق يبادر متنيا تفلغالو عوني فبينما انا على ذلك سمعت صوت صلاحين زي كوتش بيه نبيو جا ياوران ياله يس يا غورادي دمص سمان يمساريا دمص فقال نبيو منالو من هذا مانو قالو فقال سعد بن ابي وقاص اني سعد نيا انت ياله ملكتنيا فقال ما جابك من امتى انت سعد قال سعد جئت لاحرسك يا رسول الله انت اللي تطبق ما تشينو انت تنيا مولو ليل اني قومي استطبق ادرالو لطبق بيه ما تشينو النبي صلى الله عليه وسلم بطبق يسفلغاچو الله يطبقاچو نعم سبب ما ترسالباچو قالفو توكل لي اندت مارنو سبب ما ياسالبت ان شاء الله والله يعصمك من الناس الله كسوش يطبق اهل بلواتشوال سبب مدرس اللبات تقول عائشة نتاچن عائشة من تلالج فسمعت غديت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومي نبي صلى الله عليه وسلم جب نبلو تنيو بتام تنيو حتى غديت سماو باچو كرفيات شون قلباتشو اي تنيا ماينا تشو تنيا نبي رف بلو تنيو سوس يطبق اهل درا كنبي مايلي يقرب بالرباچو نبر سعد رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عداديس إسلاماوي دعواج وقتاوي مرجاوج عنديهم يتلايو إسلاماوي فيديوج عندي درساتو سبسكرايب يادرقو يدول ملكتونم يجان